اهلا بحضراتكم من جديد. وفي البدايه طبعا برحب ببطلات العرب، برحب بكابتن الفريق واحد نجماته ونجمات مصر نادين الدولتلي. اهلا بك يا كابتن نادين. اهلا بيك، اهلا وسهلا، منورانا والف الف مليون مبروك. ميرسي، شكرا، الله يبارك فيك. برحب باحد طبعا الوافدين الجدد واللي ثبتوا نفسهم بشكل جيد جدا واللي كان ليها دور كبير ايضا في الفوز في هذه البطوله، رؤى الناغي. اهلا بك يا رؤى. اهلا بحضرتك، منورانا وجود ستارت اقول ولا ايه؟ الحمد لله، ميرسي. كابتن نادين، اجي لك. يمكن البطوله كانت صعبه، ويمكن كنت بتكلم معاكي قبل الهوا انه يعني في بطولات افريقيا ما تبقاش بالقوه دي. شايفه البطوله دي ازاي؟ وشايفه ازاي كانت صعبه؟ وايه اللي اداها الصعوبه الفنيه دي؟ اولا هو في سببين كبار. اول سبب ان هي كانت في مصر، ففي ثلاث فرق مصريه. هو الحمد لله احنا ربنا سترها ان احنا لعبنا مع فرقه واحده، كان ممكن نلعب مع الزمالك وجزيره الورد كمان. فطبيعي في الانديه العربيه بقى احنا لوحدنا او ماكسيمم فرقه ثانيه مصريه، بس وجود ثلاثه فرق مصريه طبعا ده ضغط كبير، ده رقم واحد. رقم اتنين ان الفرق كلها جت، الكويت والبحرين تونس كله جه، والجزائر سوري مش تونس، ومعظمهم جايبين محترفات. فطبعا بقى يعني الموضوع بقى رخم خلاص. صحيح. احنا بنلعب، ما ينفعش نخسر ماتش زياده، ما فيش مثلا اللي هو معاك ثلاث ماتشات، لا احنا بنلعب ما ينفعش نخسر ماتش. صحيح. خسرانين كده كده 2-0، اسوء سيناريو ان احنا نخسر من المحترفه، بس بنلعب على ماتش. صحيح. فطبعا توتر جامد، بس الحمد لله يعني القرعه كانت في صالحنا الحمد لله. لا خلينا نتكلم بالترتيب كده يعني عشان الساده المشاهدين يبقوا متابعين. البدايه كانت المجموعه مين وتاهلنا ازاي؟ يعني احكي لي عن البطوله عشان حتى الساده المشاهدين يعرفوا المشوار بتاعنا كده. احنا كان معانا لبنان اول ماتش كسبناهم 3-0 الحمد لله، وبعدين كان معانا السودان برضو الحمد لله كسبنا 3-0، وبعدين الجزائر دي مجموعه 3-0. بالظبط. عشان احنا اول مجموعه رقم واحد، فاخدنا باي على دور الثمانيه، فبنلعبنا سيمي فاينل على طول. تمام. لعبنا مع جزيره الورد. نعم. طبعا جزيره الورد ابطال الدوري على طول معانا فاينل، بس الحمد لله كسبنا 3-0 برضو، ماتش كان صالحنا حلو قوي. كويس. تمام. ولعبنا بقى الفاينل مع البحرين العالي من البحرين. نعم. المباراه كانت صعبه جدا. بصراحه كانت رخمه لان هم معاهم برنادات طبعا بطله اوروبا وكسبانه لعيبه من الصين قبل كده، فهي جامده جدا. بلس معاهم واحده بحرانيه اللي هي مريم العالي، دي هي ناشئه بحرانيه بس كويسه يعني. بصراحه انا ما كنتش متخيله انها دلوقتي بقت بالمستوى ده. هي قديمه جدا. هي مش عايشه خلاص في البحرين، هي بقت عايشه في صربيا اعتقد او كرواتيا، وبتلعب هناك وبتلعب بطوله الجمهوريه معاهم، بتلعب كانها محترفه ثانيه، فهي يعتبر يعني. بس فالماتش كان رخم الحمد لله. بس احنا الحمد لله 3-2 الحمد لله. الحمد لله. بس بصراحه دينا وهنا ورؤى بصراحه كانوا عالميين يعني. لا طبعا طبعا، وكمان روح رؤى بامانه عملوا شغل بامانه، وحتى يعني رؤى فاجئتنا برضو بالمستوى، بالثبات. فعلا هو موقف صعب جدا وموقف رخم، واول بطوله جامده مع الاهلي، ولا هو توتر فعلا، بس هي دايما شخصيتها قويه بصراحه.